السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. النهاردة يا جماعة إن شاء الله هنعمل مع بعض قسم السبسكرايب، اللي هو المفروض بتضيف إيميلك وتقول له سبسكرايب وبيبعت لك بقى النشرات البريدية اللي فيها المعلومات. القسم بتاعنا محتاج كونتينر لأنه ماشي على نفس الجريد زي ما انتم شايفين كده بالظبط. طيب هنيجي دلوقتي على طول في ال HTML ونقول له start subscribe و end subscribe، وده القسم السبسكرايب بتاعنا هيكون جواه كونتينر بالشكل ده، وهيكون عندنا فورم وباراجراف جنبها بس كده. ادي الفورم هيكون فيها الحقل بتاع الادخال والايكون اللي هي الخاصه بالايميل والزرار بتاع السبميت، وتحته بعديه او بعد الفورم على طول باراجراف. طيب نيجي للفورم. اول حاجه الايكون بتاعتنا اسمها انفلوب، وممكن نختار حجم كبير ليها بالشكل ده. دي الايكون الخاصه بالجواب، وبعد كده الانبوت اللي هو نوعه عندنا ممكن نختار يعني الايميل، ممكن نحط حقل ايميل لو عايز مفيش مشكله. ادي الايميل اهو، وتدي له النيم اسمه مثلا ميل، وعندنا بعديه انبوت اللي هو السبميت، والفاليو بتاعته هتكون سبسكرايب بالشكل ده كده. عندنا الفورم خلاص خلصت. بعد الفورم على طول هيكون عندنا باراجراف مكتوب فيه نفس الباراجراف اللي احنا زهقنا منه في كل حته، الدمي تكست ده بالشكل ده. ده الباراجراف بتاعنا. هنبص بص على ال HTML. اوكي ده الشكل بتاعنا العجيب قبل ما نظبطه ونروقه CSS. وهنيجي ناخد السبسكرايب الكومنت ده سريعا عشان نكسب وقت، و end subscribe و dot subscribe بالشكل ده. عندنا شباب في CSS السبسكرايب هيكون ليه باك جراوند، والسبسكرايب بيفور الاوفرلاي زي ما اتفقنا، وبعد كده هننسق باقي الحاجات بتاعتنا. السبسكرايب يا شباب هيكون ليه بادنج توب وبادنج بوتوم. بعد كده مش محتاجين بقى ان احنا نفضل نعيد الخلفيات والحاجات اللي عمالين نعملها كل شويه، خلاص اتعودنا عليها ومش عايز اطول وقت الفيديو. هنا الباك جراوند بتاعتنا اخترت صوره اسمها سبسكرايب وعملتها كفر، برضه صوره من الصور العجيبه. هنكتب هنا البوزيشن ريلاتيف عشان خاطر الطبقه بتاعتنا تتوزع بالابسوليوت، وبعدين الكالر بتاعنا ممكن نكتبه هنا او جوه الفورم او الحتت اللي فيها كالر زي ما انت حابين. نكتب مع بعض الكالر وايت. بعد كده هنحط دلوقتي الطبقة الشفافة بتاعتنا، وهنخليها المرة دي الشفافية بتاعتها النص بالشكل ده. ده القسم بتاعنا السبسكرايب، لسه مفيهوش أي حاجة طبعا، هنظبط الدنيا واحدة واحدة. جوه السبسكرايب أول حاجة محتاج أعملها هو الكونتينر الماسك العناصر بتاعتي كلها. بعد الكونتينر هيكون عندي الفورم والحاجات اللي جوه الفورم، وبعد كده الباراجراف والكلام ده كله. خلينا الأول في الكونتينر علشان الكونتينر يظهر الكلام اللي جوه زي ما اتعلمنا في الدروس اللي فاتت كلها. ادي الكونتينر بتاعنا، هنقول له طبعا position relative بالشكل ده. بعد كده محتاجين الكونتينر نفسه نديله display flex و justify او align items center عشان نخلي الاتنين على نفس المحاذاة بالشكل ده، ولسه لما التكست يكبر والفورم بتاعتنا تكبر هنشوف الشكل بإذن الله. طيب نفس القصة عشان نخلص من الكونتينر تماما ونمشي واحدة واحدة وما نجيش نظبط الريسبونس في الآخر، محتاج إن أنا في الشاشة مثلا اللي هي الموبايل والشاشات اللي سمول اللي بعد الموبايل، محتاج إنه الفليكس دايركشن يتغير لكولم عشان ينزلوا تحت بعض. فأنا هعمل القصة دي من دلوقتي عشان ما نرجعش تاني للموضوع. هاجي أقول له هنا ماكس ويدث 991 اللي هو الشاشات اللي بعد كمان الموبايل. هنعمل ايه في الكونتينر بتاعنا؟ هقول له انه الفليكس دايركشن هيكون كولوم، العناصر هتبقى تحت بعض مش رو. هنشوف مع بعض دلوقتي الشكل قبل ما نعمل اي حاجه. حد هنا اوكي تمام، هنا تمام اهو زي اللي انا عايزه بالظبط، بقوا تحت بعض اهو في الشاشات اللي هي بعد الموبايل وطبعا في الموبايل بالشكل ده. طيب عظيم جدا الحمد لله كله تمام، ونكمل مع بعض. نبدأ بعد كده مع بعض ان ننسق الجزء الخاص بالفورم. اول حاجة عندنا ادي الفورم، جوه الفورم هيكون عندي حاجة حاجة كده بس نمشي عليهم. جوه الفورم هيكون عندي الاي اللي هي الايكون، وبعدين هيكون عندي الانبوت تايب اللي نوعه ايميل. ادي الانبوت اللي احنا اخترناه اللي نوعه ايميل، وممكن كمان نختار السبميت بنفس الطريقة.
الـ import type اللي نوعه submit بالشكل ده. كده احنا عملنا الحاجات اللي في الفورم، ولسه هيبقى فضلنا الباراجراف وشوية يعني تحسينات كده هنعملها مع بعض. نيجي دلوقتي عند الجزء الخاص بالفورم بتاعنا جوه الكونتينر، وادي الفورم. الفورم بتاعتنا يا شباب احنا محتاجين ان هي تكون display flex بالشكل ده، ومحتاجين الديسبلاي فليكس طبعا عشان نخلي الانبوت والزرار يكونوا جنب بعض بطريقه شيك كده. والايكون دي انا هعملها بالبوزيشن، فهعمل هنا بوزيشن ريلاتيف عشان احرك الايكون بالبوزيشن ابسولوت. طيب بعد كده محتاج ادي للفورم بتاعتنا ويدث معين، وليكن 500 بكسل عشان مش عايز الباراجراف يعني مش عايز الفليكس يحركهم بمزاجه، انا عايز اكون 500، وفي نفس الوقت هتحكم انا في الويدث ده في الشاشات الصغيره. ممكن اقول له هنا ماكس ويدث 100% عشان لما نوصل للموبايل ما يعديش الشاشه بتاعه الموبايل. ده بالنسبه دلوقتي للفورم. ناخد كده التنسيقات بتاعتنا دي نضيفها في الفورم، نبدا نشوف الجزء الخاص طبعا بالاي. احنا ممكن نمشي بالترتيب ونعمل الاي، وممكن يفضل ان احنا نيجي عند الايميل نظبطه الاول وبعد كده بالاي او الجزء الخاص بالاي نعمله بالبوزيشن عشان يبان بشكل افضل، لانه ممكن ما يبانش بشكل افضل لو عملناه هو الاول. خلينا في البدايه نيجي عند الانبوت تايب ايميل ونقول له بوردر 1 بكسل سوليد ابيض، نعمل له لون ابيض كبوردر. الباك جراوند بتاعته ممكن نقول له نان، مش عايزين ليه باك جراوند، عايزين يكون شفاف. ممكن نعمل له بادنج 20 بكسل من كل الجهات، او ان احنا نقول له 20 بكسل من فوق، 20 بكسل من على اليمين، 20 بكسل من تحت، ومن على الشمال 60 بكسل عشان الايميل هيتحط على الشمال وعايزين الكلام يبدا من بعد الايميل على طول زي ما موجود في الصوره هنا كده. الايميل هنا اهو من اول هنا، والايكون دي تكون حاجزه مكان. طيب بعد كده محتاجين ان احنا نقول له، خلينا نشوف، محتاجين نتحكم في الويدث، بس خلينا نشوف الاول حاجه من الحاجات اللي احنا اتعلمناها في سي اس اس الجميله، وهي الكاريت كلر اللي هي الجزء بتاع الكتابه. لما انت تيجي تكتب كده هنا الكاريت كلر دي بنقدر نتحكم في لونها. ادي الكاريت كلر، هقول له فار، اللون الاساسي بتاعنا بالشكل ده. طبعا دلوقتي لما نيجي بس نعمل فوكس عليها هتلاقي اللون زي ما انت شايف كده اهو، شايفين يا شباب؟ طيب ناخد الكلام ده نضيفه في الانبوت بتاعنا اللي هو نوع ايميل بالشكل ده، ونبدأ دلوقتي نتحكم في الويدث بتاعنا. عايز اقول له انه الويدث بتاعنا هيكون في كالكوليشن 100% من مساحة الفور ناقص 120 او 130 بكسل. 130 بكسل ده بقى اللي انت ضفته هنا ده هيكون ده الويدث بتاع الانبوت تايب سبميت. يبقى ده خد 100% ناقص 130 وده ال 130، يبقى احنا كده كملنا المساحة بتاعتنا والحمد لله، وهو ده المطلوب، مش عايز اكتر من كده حاليا. طيب نيجي دلوقتي عند الجزء الخاص بالسبميت نفسه. سيبك من الايكون دي هنظبطها دلوقتي وهنعمل فيها اللي احنا عايزينه. ادي الجزء الخاص بالسبميت، الويدث بتاعه 130 وشكرا. اول حاجه الباك جراوند كلر بتاعته هتكون المين كلر بتاعنا اللي هو ده. طبعا مش محتاج اقول لك الكلر هيكون وايت لون الكلام. طيب محتاجين بقى شويه بادنج كده 10 بكسل من فوق و20 بكسل من على اليمين والشمال، وهنظبط المساحات لو حصل فيها مشكله، مفيش يعني مفيش اي مشكله خالص. محتاجين دلوقتي البوردر 1 بكسل سوليد وايت زيه زي بالظبط الانبوت، وطبعا مش محتاج اقول لك ان البوردر اللي بينهم ده هنشيله وهنعمل نفس الشكل باذن الله، بس واحده واحده. بعدين محتاجين انه التكست ترانسفورم يكون ابر كيس عشان يكون زيه بالظبط زي التصميم، وطبعا هرجع لكم تاني انا ما بحبش الابر كيس دي خالص، بس مفيش مشكله خالص. لحد دلوقتي احنا تمام وزي الفل، بس في حاجه محتاجين نعملها عشان السبسكرايب ده يكون شكله زي التصميم. اول حاجه البوردر اللي على اليمين بتاع الانبوت ده محتاجين نلغيه، والبوردر اللي على الشمال بتاع الزرار ده برده محتاجين نلغيه. فانا هاجي هنا بعد البوردر على طول وهقول له بوردر رايت نان. ده بالنسبة للجزء الخاص بالإيميل، شلنا البوردر هو الحمد لله. وهاجي دلوقتي هقول له هنا تحت البوردر بوردر ليفت نان، ده بتاع الزرار كده تمام والحمد لله وعظيم جدا وعملنا المطلوب. نيجي دلوقتي للجزء الخاص بال HTML، احنا محتاجين ان احنا نضيف بليس هولدر نكتب فيه كلمة يور ايميل زي ما هو عامل كده. فانا هاجي هنا في الجزء الخاص بال HTML وهقول له هنا place holder your email بالشكل ده. طبعا يا شباب البليس هولدر مش هيبان دلوقتي بلون يعني مناسب، لازم نعمله ابيض زي ما هو موجود في التصميم. فهاجي هنا في السي اس اس وهقول له جوه السبسكرايب اي حاجه جوه السبسكرايب فور، وهقول له هنا العلامه او السلكتور اللي احنا بننسق بيه البليس هولدر
وما تنساش تستخدم البريفكسز لان في اكتر من بريفكس زي ما اتفقنا. واقول له هنا color white. ده بالنسبه للبليس هولدر بتاعنا. عظيم جدا. نيجي بقى عند الايكون اللي احنا رمينا ونسينا وهي مهمه جدا. الايكون بتاعتنا احنا محتاجين فيها شويه حاجات ظريفه وبسيطه جدا باذن الله. اول حاجه position absolute بالشكل ده، محتاجين التوب يكون 50% وهننسقها بالطبعا ترانسفورم. ادي الترانسفورم ترانسليت واي المره دي وهقول له سالب 50%. بعد كده هتقول له بقى ليفت مثلا 30 بكسل، ليفت 20 بكسل، حسب ما انت شايف 25 مثلا مناسب بالشكل ده. وكده عملنا الجزء الخاص بالاي بتاعنا اللي هو ده، عملنا الشكل المطلوب والحمد لله. كده كله تمام ومعندناش مشكله خالص هنا. ممكن بس حاجه بسيطه وهي الفوكس. الفوكس بيعمل كده الاوت لاين غريب، ممكن تيجي تلغي الفوكس من الانبوت تايب ده والتاني وتلغي منهم الفوكس لو انت حابب. يعني الانبوت تايب ايميل والانبوت تايب سبميت بالشكل ده، تيجي تقول له عند ايفنت الفوكس وده كمان عند ايفنت الفوكس هنقول له اوتلاين نن. مش عايز يكون في اي اوتلاين لما اجي اعمل فوكس زي كده. وكله تمام والحمد لله. كده شباب مش فاضل لنا غير الباراجراف بتاعنا، وده ان شاء الله ما فيهوش اي شغل كتير. يعني خلينا نشوف دلوقتي بعد الفورم بتاعتنا عندنا السبسكرايب باراجراف بالشكل ده. الباراجراف بتاعنا ده ممكن برضو نفس اللي انت عملته في التنسيقات بتاعت الميديا. لما جينا هنا خلينا نفتكر في الميديا هنا عملنا الفليكس دايركشن كولوم عشان يبقى الفورم فوق والباراجراف تحت، فهناخد نفس الميديا دي هنعمل فيها برضو تعديل في الباراجراف بتاعنا. ادي الميديا بتاعتنا وادي الباراجراف وهنشوف محتاجين نعمل ايه. الباراجراف بتاعنا في الميديا العادية وفي اي مكان محتاجين بس نديله line height 2 ومحتاجين نقول له margin left مثلا 50 بكسل عشان نبعدهم عن بعض شوية بالشكل ده. ده بالنسبة للباراجراف بتاعنا. هنحط التنسيقات بتاعتنا دي هنا وهنيجي نشوف الميديا بتاعت max width 991 اللي هي المفروض دي، وبقى شكلهم column زي ما انت شايف كده. وهاجي اقول له عند الباراجراف بتاعنا في الميديا دي هقول له بس المارجن هيتغير 30 بكسل مثلا من فوق ومن على اليمين صفر ومن تحت صفر، ويبقى احنا كده عملنا المطلوب بالظبط وعملنا ريسيت للمارجن القديم. هنبص بصه سريعه جدا على الريسبونسيف ونقدر نودع القسم بتاعنا. هنا شباب زي ما انتم شايفين الماكس ويتس خليتها تبقى اخرها في الكونتينر بتاعنا زي ما انتم شايفين. الكونتينر اهو عامل لك البادنج يمين وشمال عشان ما يلزقوش في الشاشه، والفورم واخده ماكس ويتس 100% فمش هتطلع بره الشاشه. شايفين هو ده المطلوب. والباراجراف بتاعنا ممكن توسطه لو حابب، مفيش مشكله. يا رب يا جماعه الدرس يكون بسيط وسهل وعجبكم. اشوفكم ان شاء الله في درس جديد والسلام عليكم.